السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى أول حلقة، والتي ستتضمن مكونات أو أهم المراحل الأولى التي يمر منها التيار ليصل إلى المحول، قصد تحويله إلى توتر ضعيف. كما نرى في الصورة، لدينا هذا الكيبل الذي يأتي منه التيار، معروف 220 فولت. من هنا ينقسم إلى قسمين، الأول يمشي إلى الفيزيبل هنا، ما ترون، والآخر يذهب إلى زر التشغيل هنا الباور، ومن زر التشغيل يذهب مباشرة إلى المحول. أما الثاني فيذهب في بعض الأحيان، ليس دائما، إلى زر الذي يتحكم في الفولتاج 120 210 كما ترون في الصورة هنا، 220. بعد ذلك يأتي يذهب مباشرة إلى المحول هنا كما ترون، وبعد ذلك من المحول تأتي الريدريسور الذي يحول لنا من التوتر المتناوب إلى توتر مستمر alternative إلى continue، وهذا ما سنرى في الحلقة المقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.